معكم إلى برنامج عين على الإمارات الذي نسلط فيه الضوء على أهم وأبرز الأخبار الاقتصادية في الدولة خلال أسبوع، ونبدأ بطائفة من الأخبار. حلت دبي في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الثالث في قائمة أسرع وأشهر وجهات الفنادق الفخمة العشر الأولى نموا في العالم بمعدل 11.8% بعد واشنطن ولندن، متقدمة على أتلانتا وباريس وبوسطن في مؤشر العلامات التجارية الفندقية الفخمة الأول الذي أصدرته ديجيتال لكجري جروب. حسب آخر تصريح من مسؤولين في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فإن الإمارة تمتلك مخزونا من الغاز الطبيعي يكفي لسد احتياجات الإمارة لنحو 45 يوما في أوقات ذروة الحمل صيفا، فيما ترتفع فترة التغطية إلى 90 يوما في أوقات الاستهلاك المتوسط. وقد عكف المجلس خلال الفترة الماضية على تخزين كميات من الغاز لاستخدامها في حالات الضرورة القصوى كضمانة استراتيجية عند الحاجة لتوليد الطاقة الكهربائية وتشغيل محطات الإنتاج وتحلية المياه. حسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، فقد ارتفع إجمال الإيرادات بالميزانية الموحدة لدولة الإمارات خلال العام 2012 بنحو 12.5% ليصل إلى 494 مليار درهم في عام 2012. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الناتجة عن القطاعات غير النفطية ارتفعت بنسبة 26% إلى 98.5 مليار في عام 2012، متوقعا أن تواصل الارتفاع لتصل إلى 105 مليارات درهم في عام 2013 و114 مليار درهم في عام 2014. ارتفع رصيد الودائع تحت الطلب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات بقيمة 33 مليار درهم بنمو نسبته 9.6% خلال الربع الأول من العام الحالي بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة مؤخرا. وتظهر البيانات أن رصيد الودائع تحت الطلب وصل إلى 377 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة ب 344 مليار درهم بنهاية ديسمبر العام 2012. أطلقت شركة رأس الخيمة العقارية مشروعي ميناء العرب وأبراج جولفار لمواكبة الحركة العقارية في الإمارة التي تشهد نموا مضطردا، ويضم المشروعان أكثر من 2000 وحدة سكنية وتجارية، وتعول الشركة على ميناء العرب لاستقطاب مستثمرين جدد للمشروع الذي يقع على الواجهة البحرية ويحتوي مرافق ومنتجعات سكنية وفندقية وتجارية وعلى مساحة تتجاوز 165 مليون قدم مربع. وفي حوار مع سي ام بي سي عربية، أكد العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية محمد القاضي أن تكلفة المشروع مشروع ميناء العرب تصل إلى نحو 10 مليارات درهم، وقد تم إنجاز 30% منه حتى الآن. ميناء العرب يقع على مساحة 165 مليون قدم مربع، وهو يعتبر من أكبر المشاريع في إمارة رأس الخيمة. المشروع هذا في البداية كان عندنا طموح كبير جدا في أن نحن يكون من أفضل وأميز المشاريع في إمارة رأس الخيمة، وكذلك يعني يعمل إضافة أو يكون إضافة للمشاريع الضخمة اللي موجودة في بقية الإمارات كدبي وأبوظبي. المشروع قسم إلى ثلاث أجزاء: الجزء الأول سكني، الجزء الثاني محلات تجزئة، والجزء الثالث عبارة عن مجموعة فنادق. مثل ما تفضلت وأشرت لأن نحن سبق وأن صرحنا عدة مرات بأن المشروع راح تصل كلفته إلى 10 مليارات، وهذه حقيقة. يعني البنية التحتية للمشروع فقط كلفت قرابة المليار. الفنادق المتوقعة كان حوالي 12 فندق منها 9 حوالي 11 فندق منها 9 فنادق 5 ستار، وفندقين راح يكونون يعني يسمونهم الفنادق البيئية أو الفنادق الصغيرة اللي تقع ضمن المناطق البيئية. للأسف نتيجة للأزمة الاقتصادية اللي عصفت في العالم، وفعلا نحن جزء من هالعالم لم نكن بمنع عنها، استطعنا فقط أن ننفذ اللي هو 30% من المشروع، وهو بناء فيلل وبناء حوالي 20 عمارة على المشروع هذا. رغم أن يعني الفنادق تم الاتفاق مع مجموعة من المشغلين
وتم تصميم تقريبا لخمس فنادق، إلا أنها لا زالت يعني ننتظر إن شاء الله الفرج الأفضل للنمو الاقتصادي في الدولة وفي العالم. نأمل إن شاء الله أن راح ننفذ يعني فندق خلال هذا العام على المشروع. نأمل أيضا أن ننفذ يمكن برجين أو عمارتين في على نفس المشروع. سيد محمد، هنالك اهتمام مؤخرا بمجمعات التجزئة من قبل رأس الخيمة العقارية، لماذا وكيف سوف ينعكس ذلك على إيرادات الشركة؟ مثل ما تلاحظ وأنت متتبع كونك رجل في المجال الاقتصادي وقناتكم يعني قناة اقتصادية، كل المراكز التجارية ومراكز التجزئة اللي أنشأت في الدولة أصبحت مناطق جذب وجذب عالي، ليس فقط لأبناء الإمارات بل يعني يقصدونها من كل أنحاء العالم. نحن مرة أخرى جزء من هذا العالم، جزء من هذه الدولة الفتية، يعني نعتقد جاذبين بأن محلات التجزئة هي محلات جيدة تعطي دخل مستمر، توفر سيولة دائمة للشركة أو للشركات سواء نحن أو غيرنا. نحن عندنا الآن مركز تجاري في الأبراج اللي هو ثلاث أدوار هني، وعندنا أيضا محلات تجزئة على طول حوالي كيلو ونص في ميناء العرب، التأجير ماشي فيهم، وهذولا يعني اعتبرهم ضمانة إن شاء الله لموضوع الدخل المستمر للشركة. ما مدى تأثير الانتعاش العقاري الذي شهدته الإمارات العربية المتحدة على السوق العقاري في رأس الخيمة والطلب على العقارات بشتى أنواعها؟ نقطة بداية من موضوع الأمن والأمان اللي تنعم فيها الدولة، هناك كثير من المستثمرين الذين يعني يرغبون في أن يستثمروا في العقارات في الدولة. ما في شك دبي دائما نفخر فيها كهي في مقدمة الدولة من النواحي الاقتصادية والتجارية والجذب رأس المال والاستثمار، هذا كله ينعكس على الدولة بشكل عام، ورأس الخيمة أيضا تستفيد من هذا الموضوع. نحن نعم وجدنا في الفترة الأخيرة أن هناك إقبال وإقبال جيد على الطلب في العقار بمختلف أنواع، يعني تعرف العقار عندنا سواء الأبراج أو الفلل أو العمارات، فنرى أن في إقبال جيد في رأس الخيمة، كذلك في مشروعنا في أبوظبي، ولو أن ما تبقى منه القليل حقيقة، يعني أغلبه بيع أو أجر. وبالتالي نعم يعني بالشكل عام هناك يعني طلب جيد على العقار، والملاحظ أنه ينمو، يعني شهر بعد شهر يزيد الطلب، والحمد لله أنا أعتقد أن الأمور إن شاء الله في طريقها إلى التحسن، شهر بعد شهر بدل ما نقول سنة بعد سنة، لا شهر بعد شهر، يعني نرى الأمور أنها تمشي إلى الأفضل بإذن الله. كما نعلم انخفضت أرباح رأس الخيمة العقارية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة حوالي 13%، ما سبب هذا التراجع؟ وما هي توقعاتكم للثلاث أرباع المتبقية من العام الحالي؟ هو السبب بسيط جدا، تعرف نحن في العام 2012 انتهينا من أغلب المشاريع، وبالتالي تم تسليم الوحدات المباعة لأصحابها، فحسب العقود المبرمة بيننا وبين المشترين كانوا يدفعون لغاية 40% و60% تدفع عند تسليم المشروع، فأغلب الدخل أتانا خلال عام 2012 سبب تسليم جميع المشاريع من بداية السنة حتى نهاية السنة. لما جئنا للعام 2013 يعني أصبح الاعتماد فقط على الدخل من خلال الوحدات المتبقية البسيطة وأيضا من خلال الإيجار، وبالتالي ما في شك أن بالمقارنة راح يكون في انخفاض، لكن هذا الانخفاض لم يؤثر يعني على مشاريعنا المستقبلية وعلى عملياتنا التشغيلية وعلى أي شيء يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالشركة. هل هنالك أي مشاريع في المستقبل القريب؟ نعم، هناك مجموعة مشاريع في الأفق والتي نأمل إن شاء الله أنها ترى النور، كما أسلفت يعني على 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 خارطة المشاريع هناك فندق، على خارطة المشاريع هناك مباني سكنية في مشروع ميناء العرب، هناك أيضا مباني سكنية في عندنا أراضي في أبو ظبي، فهذه كلها إن شاء الله نأمل أن تطرح للبيع خلال هذا العام إن شاء الله. أطلق
أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع عقود مؤشر سينسكس الأنجلة للتداول، وذلك في إطار توسيع محفظتها من منتجات مشتقات السلع. وهذه أول عقود آجلة هندية يتم إدراجها للتداول في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. ويضم مؤشر سينسكس أكبر 30 شركة مدرجة في بورصة بومبي. بعد تربعها في المركز الثاني عالميا من حيث الارتفاع في النصف الأول من العام 2013، تسعى بورصة دبي للذهب والسلع لتنويع خدماتها وطرح خيارات أكبر أمام المستثمرين، حيث بدأت البورصة بتداول عقود مؤشر سينسكس، وهي أول عقود آجلة لمؤشر سوق هندية يتم إدراجها ضمن بورصة تداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتمد عقود مؤشر سينسكس على مؤشر ستاندرد أند بورز سينسكس في بورصة بومبي، وهو المؤشر الأكثر انتشارا في سوق الأسهم الهندية، فهو يرصد أداء أكبر 30 سهما وأكثرها تداولا في السوق الهندية، حيث تستحوذ أسهم مؤشر سينسكس على 25% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة بومبي. وقد تحول سينسكس مؤخرا إلى علامة تجارية. يبلغ الحجم الإجمالي لرأس مال السوق الهندية $1.3 تريليون، وتعتبر الشركات 30 على مؤشر سينسكس الشركات الأكبر في البلاد، وهي تشكل ما بين 20-25% من إجمالي رأس مال السوق. لكن كما تعلم فإن أي مؤشر يمثل السوق بأكملها، والمحافظ عادة ترتبط بالمؤشرات، وبالتالي من خلال تتبع أي مؤشر أو الاستثمار فيه فأنت مرتبط بالسوق برمته، وليس فقط الشركات المحددة المدرجة على هذا المؤشر. وتستهدف بورصة دبي للذهب والسلع بهذا المؤشر المستثمرين في قطاع التجزئة، بما في ذلك الهنود غير المقيمين والبنوك وكبار المتداولين في الأسواق الهندية. وسيتم تخصيص عقود مؤشر سينسكس بالدولار الأمريكي، كما ستعتمد على منهجية التسوية والحساب المعتمدة في المؤشر الأساسي في بومبي. الجمهور المستهدف هنا هو الجالية الهندية المقيمة في المنطقة، والتي يزيد تعداد أفرادها عن 6 ملايين نسمة، إضافة إلى المتداولين المحليين العاملين في بورصة دبي للذهب والسلع، وكذلك المؤسسات الأوروبية والأمريكية. ويذكر أن منتجات بورصة دبي للذهب والسلع تغطي المعادن الأساسية والثمينة والعملات والطاقة. ومنذ إطلاقها عام 2005 شهدت البورصة تداول ما يزيد عن 27.5 مليون عقد بقيمة تزيد عن 1.1 تريليون دولار أمريكي، فيما حققت 3 مليارات و600 مليون دولار في شهر يونيو حزيران الماضي. وبعد فاصل قصير نكمل عين على الإمارات.